بسم الإله تحية لمتيم تهدى إلى حسن القوام مكرم وصحيفة ضمنتها بأمانة عند الرحيل إليك أم الهيثم فيها التحية والسلام ورحمة حفت دموع كتابها بالمعجم من عاشق كليف يبوء بذنبه صب الفؤاد معاقب لم يظلم باد الصبابة قد ذهبت بعقله كليف بحبك يا عثيم متيم يشكو إليك بعبرة وبعولة ويقول أما إذ مرلت فأنعمي لا تقتليني يا عثيم فإنني أخشى عليك عقاب ربك في دمي إن لم يكن لك رحمة وتعطف فتحرجي من قتلنا أن تأثمي لم يخطي سهمك إذ رميت مقاتلي وتطيش عنك إذا رميتك أسهمي ووجدت حوض الحب حين وردته مر المذاقة طعمه كالعلقم لا والذي بعث النبي محمدا بالنور والإسلام دين القيم وبما أهل به الحجيج وكبروا عند المقام وركن بيت المحرم والمسجد الأقصى المبارك حوله والطول حلفة صادق لم يأثم ما خنت عهدك يا عثيم ولا هفا قلبي إلى وصل لغيرك فاعلمي فكي أسيرا يا عثيم فإنه خلط الحياء بعفة وتكرمي ورعى الأمانة في المغيب ولم يخن غيب الصديق وذاك فعل المسلم أحصيت 5 أشهر معدودة و3 من بعدها لم توهمي هذه 8 تهل وتنقضي عالجت فيها سقم صب مغرم مكث الرسول لديكم حتى إذا قدم الرسول وليته لم يقدم لم يأتني لكم بخط واحد يشفي غليل فؤادي المتقسم وحرمتني رد السلام وما أرى رد السلام على الكريم بمحرمي إن كنت عاتبة علي فأهلما أن تعتبي فيما عتبت وتكرمي أنت الأميرة فاسمعي لمقالتي وتفهمي من بعض ما لم تفهمي إني أتوب إليك توبة مذنب يخشى العقوبة من مليك منعمي حتى أنال رضاك حيث علمته بطريف مالي والتليد الأقدم وأعوذ منك بك الغداة لتصفحي عما جنيت من الذنوب وترهمي إن تقبلي عذري فلست بعائد حتى تغادر في المقابر أعظمي لو كفي اليمنى سأتك قطعتها ولذقت بعد رضاك عيش الأجذمين.